Les mélomanes de la salle Ibn Zaydoun qui avaient rendez-vous avec les sonorités du groupe Tikou Bawin ont été conquis lors d'une soirée rythmée du genre Sahara Blues et de l'Ishuma avec des influences de musique traditionnelle et occidentale. Organisé par l'établissement agriculture de la Wilaya d'Alger en collaboration avec l'Office national Riyad el-Fetch, cette soirée a connu un engouement d'un public jeune venu en masse en famille ou entre amis. Tikou Bawin a toujours su conquérir le public du Nord par la spontanéité de ses membres, l'authenticité de sa musique, le jeu sur scène, en plus de l'originalité des paroles. Justement, nous les avons rencontrés à la fin du concert. Comme on dit, comme Tikou Bawin, l'homme charftouna f qaat Ibn Zaydoun ou djitouna m djitouna l'houa ta sahra. Donc, kifach lqitou l jomhour ta3kom? L jomhour ma nqoulchi nqoul Djazair machi l asimi. Bon, sahra Ramadankom ou inchallah tsoumou blana. والله الجمهور كان جمهور رائع بزاف وتفاعل معنا وحتى ثاني قدمنا ليه ان شاء الله واش عندنا وعجبهم الحال حتى احنا عجبنا الحال الجمهور ما شاء الله كان متعطش للموسيقى وعندنا بزاف ما خدمناش معاهم مي الحمد لله فاتت بيات الصحه كاع الجمهور اللي جانا اليوم ومرحبا بكم في اي وقت بارك الله فيكم هذه كيما قال صاحبي دونك الحفل كان في المستوى الجمهور ثاني كان في المستوى ما ريحش بون دونك نقول لهم ميرسي يعطيكم الصحة وإن شاء الله ربي يزيد يلاقينا في ساعات فرح كيما هذه إن شاء الله دونك كعادة كانت أجواء حارة يعني الجمهور تاعكم شطاح وغنى معاكم وباقيلا بدل لكم كاع الريبرتوار اللي كنتو دايرينو دونك أشاك فوا يدوموندي أون شونسون كيما أنا صحراوي أنت هواية بلوتو دونك دونك الجمهور هو كل واحد واش يحب في الاغاني في الالبوم نتاعنا احنا فيه بزاف فيه 12 اغنيه والاول فيه الثاني فيه 12 اغنيه
دونك كل اغنيه عندها لي فان تاعها سبيسيال، دونك عليها تسمع ديما الجمهور يقول لك دير لنا هذيك دير لنا هذيك، نحن من الجمهور نديروا لا ليست نتاعنا، سما شوفوا الناس اللي الاغنيات اللي راهم ضمون دي بزاف نديروا، بصح ما نقدرش نديروا منها في الاول من بعد يروحوا، لازم نحطوا منهم في الوسط شويه. تري بيان، سعيد وشنو هو الجديد تاعكم؟ انا سنة وحنا في جديد، وشنو هو الجديد راكم تقدموه للجمهور تاعكم؟ بالنسبة دائما في الميوزيك عندنا ان شاء الله البوم رايح يخرج، وعندنا دي كليب رايحين يخرجوا ثاني ان شاء الله. اسكو كاين دي ديو افيك دوطخ جروب؟ لا دانييغ فوا درتو مع الداي، اسكو كاين دوطخ جروب؟ اسكو ليوغا دي سوربريز؟ هاد الخطرة مازال ما بان حتى حاجة يعني، كاين هو ممكن تكون فنانة معنا في الألبوم هذا إن شاء الله، فنانة جزائرية إن شاء الله، بالك احتمال تكون من الأغنياء اللي راح نخدمها إن شاء الله، مي خلاص دوكا ما زيرونا وقلنا إن شاء الله تكون حاجة مليحة، وإن شاء الله تكون كيما رواية ولا أحسن من رواية إن شاء الله. يعطيكم الصحة. دونك صحة رباكم، وإن شاء الله الصحة عليكم مسبقا، وبارك الله فيكم وميرسي على الانفيتاسيون تاعكم. يعطيكم الصحة. ميرسي. حبك حكاية يا للناس، انت رواية كلك احساس. Oh,